السلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا زهراء، لبيك يا مهدي، 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 قسم الله
واسطے یرن کربلا یس عزت سے کفو بنا یرم مبارک سر بو دشمن رگی کا در پت سو یا عباس علم بدوت علم جين من كي يزيد ملعون تعجب صام جاء تعجب صام يزيد الزرد انظر الى هذا العلام وانه لم يسلم من لعني والضرب الا مغبض اليد التي فضل العباس في حق توسل لكم اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم ألم بلستجين العجل الأكرم بحق الحسن يا الله يا الله يا الله يا أبا الفضل العباس يا مریض ہو انشاء اللہ مطلب التماس بس کر یا اللہ یانگار سچ سنگتا دیا ابو الفضل عباسی علم پور
التوسل لكم يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن والحسين، خدا بحق محمد وآل محمد، عباس بيقبض على مجل توسل لكل جمع تنكن كما يوم كربلا لما لبك نجابسي كما لبك كما يوم مزدين كجين جاز كربلا لبنا تخلا عباسي على انفل استنجي دعا بن يوم خدا يا دي مؤمنين محبين علي بكني لقو صومل الجسمة يا الله يا الله نجكر ولا للف سجادة الله دعا بايتي نشيب عناية شدف يا الله نجل بين الحرمين نلف سبن مدب نجيخب زروح مجتك يا الله قدا مريضت نجيانجر جاجين ده مجلس في اندوك سدعا بيت هسبتال يا يد بمريض فندق يد بمريض كون علاج ذكر يد بمريض كون نيال التماس بس يد بمريض كون دعام في شفاء عناية شدفز يا الله حاجات بندان كن يا حاجات كن روا عناية شدفز يا الله يران لزر برغو شزمر يا الله دقاما حاجات بندان كن يا حاجات كن روا سونشي زر مريض كن شفاء سونشي زر دعاية شريفة بتلاوت بت بسم الله الرحمن الرحيم يا دوس اللهم صل على محمد وآل محمد أما إن شاء الله إن شاء الله أما إن شاء الله مريض من حاجات كل يتبوس رأسدني يتبوس أما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين إن شاء الله وفي آخرة شفاعة الحسين وزدنا محبة الحسين واحشرنا مع تحت الولاء الحسين خدايا نجد يا أعمال بردرقى لقبول بس يا الله خدايا دي سواد كوني تانر يا نفاس في أبواد كوني روح بك خصوصا علماء كوني روح بك لبس دلين كون أجيك شاشات بنسيب أنا أشد فز يا الله خدايا طلاب كوني زيد دماغ بس خدايا كون كامي أبشاد بنسيب أنا أشد فز يا الله مريض كوني دماغ بس مريض كون حتى تعالي يد مريض كوني لا ذكر يد مريض كوني مد النظر يد مريض كون شفاء أنا أشد فز يا الله رحم الله من قرع الفاتح إلى أموات المؤمنين والمؤمنات خصوصا علماءكم يوم هذا مصدرنا فاتحة بشكل الله Oh